نشرة الظهيرة من قناة كومنوميديا وفيها تتابعون: القضية الفلسطينية في الدورة الاستثنائية للجامعة العربية، ومساهل يترأس الوفد الجزائري. انطلاق فعاليات الطبعة 49 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض. تراجع طفيف في أسعار النفط عن مستويات 50 دولارا للبرميل. دوليا، هلاك 70 شخصا في 3 حوادث غرق في البحر المتوسط. السلام عليكم وأهلا بكم. في المستهل يترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية التي تحتضنها القاهرة اليوم السبت. وستعكف هذه الدورة على دراسة التطورات التي ستشهدها القضية الفلسطينية تلك الحاصلة في ليبيا على ضوء المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي مستدام، خاصة بعد انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس لمباشرة مهامها. في موضوع آخر، يشهد قصر المعارض الدولي فعاليات الطبعة 49 لمعرض الجزائر الدولي بمشاركة أكثر من 800 مؤسسة، منها ما يزيد عن 400 مؤسسة أجنبية تمثل 33 دولة، فيما ستمثل الجزائر ب 405 مؤسسة وطنية. الفعاليات هذه ستدوم 6 أيام تحت شعار الاستثمار والمؤسسة في قلب الاقتصاد المنتج. تحضيرا لموسم الاصطياف، وككل سنة تستعد المديريات العامة للحماية المدنية لتجنيد أعوانها ووضع مخططات مدروسة للسهر على تأمين الشواطئ والتصدي للحرائق على مستوى الغابات التي تعرف انتشارا كبيرا للنيران مع بداية كل فصل الصيف. استعدادات الجهات يرصدها لنا أمين كوشا في هذا التقرير. أكثر من 13,000 عون سيسهر على أمن وسلامة المصطافين على مستوى الشواطئ انطلاقا من الفاتح جوان المقبل، إضافة إلى توفير جهاز كامل من الحماية المدنية لمكافحة حرائق الغابات بداية من جويليا المقبل. هو ما كشف عنه مدير الاتصال على مستوى الجهاز. وككل سنة الموسم الاصطياف يعني أجهزة حتوضع لتكفل بالمواطنين، خاصة جهاز خاص بالسهر على سلامة وأمن المصطافين على مستوى الشواطئ، حيث سيتم تجنيد 13,000 عون اللي راحين يسهروا على سلامة وأمن المصطافين. أيضا فيه جهاز خاص بمكافحة حرائق الغابات اللي راح يدخل حيز الخدمة أيضا خلال شهر جويليا. تجنيد فرق خاصة أيضا ستشرع في العمل التوعوي المستمر للتعريف بأخطار السباحة على مستوى المسطحات المائية والسدود بصفة خاصة للحد من ظاهرة الغرق. أيضا فيه يعني عمل تحسيس توعوي مستمر ليهدف إلى تحسيس المواطنين من أخطار الغرق على مستوى خاصة الشواطئ الممنوعة وأيضا المجمعات المائية. سدود لأننا سجلنا خلال السنة الماضية عدد معتبر من التدخلات اللي في بعض الأحيان يفوق الغرق على مستوى الشواطئ، لذا كان فيه يعني يجب بذل مجهود في مجال تحسيس المواطنين على خطورة هذه المجمعات المائية. ويبقى على المصطافين التحلي بروح المسؤولية وعدم المغامرة بأرواحهم والالتزام بالتعليمات على مستوى الشواطئ للحد من ظاهرة حصدت عشرات الأرواح كل موسم اصطياف. إلى قطاع النقل، تدعمت الخطوط الجوية الجزائرية بطائرة جديدة من طراز بوينغ 737-700. الطائرة حطت في مطار هواري بومدين الدولي قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، وهي قابلة لنقل المسافرين وكذا البضائع. أحلام مغزوز.
تسلمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية طائرة جديدة من طراز بوينغ 737، وهي الطائرة القابلة لنقل المسافرين والبضائع قيمتها 80 مليون دولار. تقل هذه الطائرة 112 مسافرا في حالة استعمالها لنقل المسافرين و18 في حالة استعمالها لنقل البضائع، في انتظار استلام 16 طائرة جديدة قبل نهاية 2016. qui est équipé de toutes les dernières technologies. La particularité مع les autres avions qu'on a reçus dernièrement, c'est qu'un DAS est un 737C, qui veut dire c'est un 737 convertible qui peut servir pour le transport passager ainsi que le cargo. درنا برنامج PMTU تاعنا 2013-2017 auquel on a prévu ميزانيه un budget de aux alentours de 100 milliards de dinars من أجل شراء 16 طائرة. هذا الاقتناس سيرفع أسطول الجزائر من طائرات البوينغ إلى 26 طائرة، ويرفع القيمة الإجمالية إلى 52 طائرة. حركة النقل الجوي العالمية إذن تتزايد سنويا ب 8% في الوقت الذي تتزايد فيه الحركة بالجزائر ب 12%، وهي الوتيرة التي ينبغي على شركة الخطوط الجوية الجزائرية مواكبتها. في السياحة، وضع وزير القطاع مرغول حجر الأساس لإنجاز قرى سياحية بالمنيعة في ولاية غردايا، ويندرج هذا ضمن الاهتمام بمختلف الهياكل القاعدية للنهوض بالسياحة في الجنوب الجزائري. التغطية للزميل بلال يوسفي والتقرير لناجية بدري. إنعاش قطاع السياحة رهان الحكومة المتبقي حول النهوض بالاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد بديل متحرر من الريع النفطي. تنظيم عصرنة قطاع السياحة بما فيها السياحة في الجنوب لما لها من خصوصيات لاستقطاب السياح، أولى الخطوات التي بدأت توتي بثمارها. أصبح فيه تدفق يومي للسواح الأجانب أولا بكثرة، ثانيا من بلدان هامة وكبيرة، وثالثا من مناطق بعيدة جدا، وهذا كذلك مؤشر كبير على أن غردايا كولاية أو الجنوب ككل ليس فقط اليوم راه يسترجع قوته السياحية وقوته التنموية وقوته في لحمة وتماسك أبنائه. الرهان ينصب أيضا على إنجاز مشاريع سياحية في غردايا لتثبيت الاستقرار في الولاية. اليوم في ولاية غردايا ككل الحمد لله من خلال كل مجهودات المبذولة للسلطات المدنية والعسكرية، السلطات المحلية والمركزية والمجتمع المدني وكل الذين ساهموا، الحمد لله اليوم فيه سكينة، فيه طمأنينة وفيه استراتيجية وزارة السياحة لتطوير القطاع ورهان الحكومة على أهميته في النهوض بالاقتصاد الوطني، مرهون بتكاثف جهود جميع القطاعات بما فيها السلطات المحلية لاستحداث فعل سياحي ينعش الاقتصاد. فهل بإمكان الحكومة كسب الرهان؟ في الاقتصاد، عرفت أسعار النفط تذبذبا في الأسعار خلال اليومين الأخيرين، وعرفت انخفاضا طفيفا يوم أمس الجمعة بعد أن سجلت على مستوياتها خلال هذا العام ببلوغها 50 دولارا للبرميل، وجرى تداول خام برنت بسعر 49.59 دولار منخفضا ب 15 سنتا، وتراجع الخام الأمريكي 8 سنتات إلى 49.48 بعدما سجل 50.51 دولار للبرميل يوم أول أمس الخميس. محليا، يشتكي العديد من سكان مدينة عين تيمشنت وكذا الفلاحين من انتشار النفايات الهامدة ومخلفات المشاريع البنائية، وهو الأمر الذي يعرف انتشارا رهيبا سواء في المناطق الحضرية أو الفلاحة، مما يستدعي من السلطات وضع قوانين ردعية استعجالية. الزميل يوسف حري والتفاصيل.
تنتشر في الأوساط الحضرية وكذا المناطق الفلاحية بمختلف بلدية عين تيمشم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الهامدة والتي تشكل عائقا للسكان والفلاحين. رانا مغبونين عندك سلاخ راه كاينين، حنا رانا ساكنين هنا في حي مخفي بالعودة، طلع الشهداء هذه زعما دايرين على اسم الشهداء وسامحين فينا كاع جلاخ يخدموا الباطيمات هنايا هما اللي قاسوه هنا، كراو التركتورات وقاسوه، كي هضرنا معاهم قال لك لا مسائل قالوا لنا قيسوه هنايا، راهم يجيبوه من نتاع الباطيمات هذه اللي كانت هنا مهدمه يجيبوهم هنا يهبطوهم بالتركتورات، هذو ماشي تاع نتاعنا تاع نتاع الحومه ولا، يجوا اير من هنا ويحطوه هنا. ولا سيكيريتي ما قدوش انا ديجا قال لي ولدي بالي غادي نجيبوا التراكتورات ونجيبوا البلاط ونتعاونوا نخدموا ديجا لما لو فيها ولا نخدموا. بعض رؤساء بلدية عين تيمشنت أقروا الإجراءات المتخذة من قبلهم من أجل ردع المخالفين أو تنظيف المحيط من هذه المخلفات العشوائية. خلينا قرارات اكتموا وسائل رعية ضد المواطن اللي يقيس نفايات في أرض فلاحية أو في تجمعات سكنية، هذه هنا حنايا ما نرحموش المواطن هذا ما نرحموش ويليق زعما ناخذوا ضده إجراءات رضعية مباشرة، نتصلوا بالدرك الوطني والدرك الوطني ياخذ من الإجراءات تاعو. كاين اللي يتقدم للبلدية يكون عنده تراب بكثرة ولا ديبلي ولا يطلب دعم ولا تاع معاونة تاع تراكتير ولا رومورك، احنا نعطوه العمال ونعطوه تراكتير وتوفر له الامكان. الحس الوطني واجب لمن يريد رمي نفاياته الهامدة في مثل هذه الاماكن والردع ضروري للمخالفين. إلى البويرة، عاشت جمعية حرية للطفل وترقية المرأة احتفالا بهيجا باليوم العالمي للطفولة على شرف أطفال الجمعية وعائلاتهم. الحفل الذي كان مميزا بنشاطات الأطفال المتميزة من عروض للأزياء وأخرى خاصة بالمسرح وأناشيد وطنية ودينية إلى جانب مداخلات أخصائيين حول ظروف أقول عيش الطفل الجزائري في ظل الظروف الصعبة من المخادر التي تحدق ببراءته. عبد الحميد دواجي. احتفالا باليوم العالمي للطفولة نظمت جمعية حرية للطفل وترقية المرأة بالبويرة حفلا بهيجا على شرف أطفال الجمعية وعائلاتهم. الحفل الذي كان ممزوجا بعفوية البراءة ونشاطاتهم المتميزة من عروض للأزياء وكذا تقديم عروض مسرحية وأناشيد وطنية ودينية لتتخللها مداخلات من طرف أخصائيين حول ظروف عيش الطفل الجزائري بين الانتحار والاعتداءات والاستغلال الوحشي الذي يطال الأبرياء إلى جانب العنف والتسرب المدرسيين والعنف المنزلي. حضور العائلات زاد الاحتفالية أملا في الاستمرارية نحو تعطير فئة الأطفال في الجزائر. باسمي وباسم كل العائلة التي شجعت ابنتي على المشاركة في هذه الجمعية أشجع هذه الجمعية لأن ابنتي نجحت. كولي لتلميذة اللي تعلمت أشياء كثيرة تمنى لها إن شاء الله تواصل على هذا المنوال. حضور الجمهور كثير ونشكر كثير هذه الجمعية وعلى رأسها السيدة جميلة وخاصة المعلمين. جمعية حرية للطفولة التي أرادت أن تقول أن المجتمع الجزائري لا يزال متماسكا بفضل قيمه الدينية التي أعطت لكل فرد في المجتمع حقه وأملت عليه واجباته. عدة برامج ونشاطات ترفيهية من أجل إسعاد الطفل بالصفة الأولى ودخل البهجة إلى قلوبهم، وكان من ضمنها أطفال محتاجين، أطفال من الفئة العادية وأطفال معوقين، ونتمنى سعادة الكامل أطفالنا ونجاحات اللي حقوها إن شاء الله يحقوها أيضا في المدارس إن شاء الله. لتبقى حماية الطفولة في الجزائر مسؤولية الجميع، داعمة لجمعية حرية للطفولة وغيرها من الحركات الجمعوية التي تسير عمل دور التنشئة الاجتماعية في ظل الغزو الرهيب للتكنولوجيا لم نحسن استغلالها.
دوليا أعلنت السلطات الإيطالية أن 70 شخصا على الأقل قتلوا وفقد عشرات آخرين خلال 3 أيام في 3 حوادث غرق جديدة في البحر المتوسط، أحدها تم تصويرها مباشرة. ووقع هذا الحادث بعد 24 ساعة تقريبا من حادث غرق آخر قتل خلاله ما بين 20 و30 شخصا، وبعد يومين من حادث ثالث أوقع 5 قتلى، ما يرفع الحصيلة المؤقتة إلى أكثر من 70 قتيلا في 3 أيام إضافة إلى عشرات المفقودين. دوليا دائما رفض قادة دول مجموعة السبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأكد قادة المجموعة في ختام قمتهم أمس أنه في حال أقصي استفتاء أو أفضى استفتاء 23 جوان القادم خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن ذلك يشكل خطرا جسيما على النمو العالمي باعتباره أولويتهم الملحة. وفيما يتعلق بأزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا، أجمع قادة دول المجموعة بأن تحركات المهاجرين واللاجئين على نطاق واسع تشكل تحديا عالميا يتطلب ردا عالميا. ما يهمني هو مصلحة بريطانيا الوطنية، ما يهمني ليس خروجنا من الاتحاد الأوروبي أم بقائنا، وإنما بريطانيا أولا وأخيرا. مزيدا من الأخبار الدولية مختصرة جمعها لنا الزميل حمزة بداوي. نبدأ مختصراتنا الدولية من روسيا، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ليس لديها خيار إلا الرد على درع الدفاع الصاروخي الأمريكي في أوروبا. وفي تحذير له من اليونان، أكد أن كلا من رومانيا وبولندا قد تجدا نفسيهما في مرمى روسيا، ويجري تركيب بعض أجزاء من الدرع الصاروخي الأمريكي في بولندا والبعض الآخر في رومانيا. اعتبره بوتين تهديدا مباشرا لأمن روسيا. أعلن متحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل ماهر البيلاوي الذي كان قائد قوات التنظيم في الفلوجة والقضاء على أكثر من 70 مسلحا معه. المتحدث أشار إلى أن التحالف شن أكثر من 20 ضربة جوا وبواسطة مدفعية في الأيام الأربعة الأخيرة. من جهتها تواصل القوات العراقية منذ الاثنين الماضي عمليتها العسكرية الواسعة لاستعادة هذه المدينة من تنظيم داعش. هددت كوريا الشمالية اليوم جارتها الجنوبية بضربات انتقامية بلا شفقة. تحذيرات جاءت ردا على إطلاق البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية لسفينتين كوريتين شماليتين بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها في البحر الأصفر. وقالت هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري إن كوريا الشمالية ستفتح النار بعد الآن على أي سفينة كورية جنوبية تتجاوز المنطقة الحدودية موضع الخلاف. أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية مغادرة وفد شؤون الحج الإيراني للمملكة أمس الجمعة دون التوقيع على محضر الاتفاق على ترتيبات احتياجات الحجاج الإيرانيين لموسم الحج لهذا العام. الوفد الإيراني رفض التوقيع على محضر الاتفاق معللا ذلك برغبته في عرضه على مرجعية في إيران بعد إصراره على مطالب كمنح التأشيرات للحجاج من داخل إيران ومناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني والسعودي. نهاية النشرة، وهذه قراءة ثانية لما ورد فيها. القضية الفلسطينية في الدورة الاستثنائية للجامعة العربية، وامساها يترأس الوفد الجزائري. انطلاق فعاليات الطبعة 49 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض. تراجع طفيف في أسعار النفط عن مستويات 50 دولارا للبرميل. دوليا هلاك 70 شخصا في 3 حوادث غرق في البحر المتوسط. ختام النشرة، دمتم أوفياء، ألقاكم بخير.